وهلا حديث البلد مع أنتوني توما. اهلا فيك بحديث البلد. ليك الشباب كيف زقفوا لك هالزقفه الكبيره. أنتوني توما، انت مغني مؤلف ومنتج لبناني، درست اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه ببيروت الايوبي. من زغرك تعلمت العزف على البيانو والجيتار، وبدات شهرتك باغنيتك الخاصه مورنينج ووك، واللي انتو هيك صورتوها يعني بعدني بتذكر انت وصديقك ويمكن صبيه معكم على طريقه هيك كثير سامبل و هيك بدائيه، ودفعنا 100 دولار لتسوي واخذت ضجه. بال 2013 نفست على لقب احلى صوت او ذا فويس بنسخته الفرنسيه، وانت الليله ضيفنا بحديث البلد بعد ما احتليت المركز الاول ببرنامج دانسينج وذ ذا ستارز. ألف مبروك أنتوني، وبتستاهل اللقب عن جد، خاصة أنك أول شاب بيفوز بالسنين الثلاثة اللي بلش فيهم البروغرام. ما تتفكي على مفش خلقهم بالموضوع، أنه الشباب هالمرة الشباب عم بيطالبوا بحقوقهم. كانوا كان في شابين بالفاينل كمان، كان في روني فهد مايس. صح أنتوني، خففته من ستريس هالمنافسة القوية بالتناغم المهضوم بينك وبين محمد عطية. وبالضروبة اللي كنتوا تعملوها بلجنة الحكم، كنتوا عن جد يعني the joy of the show. غير الصداقات اللي بنيتها وغير يعني هي الخبرة ككل، شو أضاف لك الرأس؟ أول شيء استعرف استعمل جسمي أحسن بكتير، استعرف حب المسرح كمان، وغير أنه تربحت كمان، مش بس أنه ربحت Dancing with the Stars، كان الفكرة أنه فتت وحطيت راسي بشغلة وقلت بدي أوصل لأبعد شيء ممكن، وعطيت 100% وقدرت تركز على حالي يعني. وبصير في كثير ستريس، بصير في كثير عالم عم يتفرجوا عليك، كثير عالم عندهم اكسبكتيشنز منك، فصعب الواحد يضل مركز على حاله ويضل عم يشتغل على حاله. أنتوني، خلينا نشوف هلا لحظه فوزك بدانسينج وذ ستارز بهالبلاير بلاير باسم. أنتوني وداليدا، مين رح يحمل الكيس؟ داليدا وأنتوني اثنيناتهم ربحانين، ونحن ربحنا وجودهم معنا بهالموسم. النتيجة عم تبلش تطلع قدامنا على الشاشة. مبروك أنتوني توما بنسبة 60.7%، وبيستلم الكيس من معدة البرنامج جنان ملاد هارد لك لداليدا. شيء رح يستفز فوزي ابو لوزه كثير، لانه بنيسان 2015 اطلقت البومك من نون سيلور بالفيرجن ببيروت، وحقق سابقه من نوعها لما انباعت كل النسخ باقل من ساعه من بدايه حفل التوقيع. صايره معك استاذ فوزي؟ نزلت وقتها 10 كاسيتات 10 سيديات. هلا مش قصه الكميه والنوعيه، بس بتعرفي جمهوري انا كبير. نعم، بس الكميه كانت شوي يعني 10 ما لحقنا بدقيقه يعني بابن خالك وبنت عمك. صح. يعني بيا اخذتهم انا رجعت اخذتهم. من هالالبوم أنتوني في اغنيه Let Me Be Your Lover، هي ديو جمعك مع انريكي اغليسياس. ومؤخرا صدر ديو المصري الانجليزي كل ليله اللي جمعك بصديقك محمد عطيه. مع انريكي كنت متوتر بسبب اهميه الخطوه وكنت خايفين من هالخطوه، مع محمد عطيه دغري ركبت الغنية ألفتوها ولحنتوها وغنيتوها، شو الفرق بين الحالتين؟ وقتها طلعلي وقتها عملنا ديو مع انريكي، كنت انا اول شيء ما بعرفه لانريكي على نيفو شخصي يعني، وكان خطوه كبيره مثل ما انت قلتي، كنت ولا مره عامل ديو مع حدا اصلا. وكان لازم اروح على ميامي تسجل، ورحت نهارين ورجعت على امريكا. فكان غير اكسبيرينس مع محمد، كنا ديجا صرنا كثير رفقه، عم نقضي كل الوقت سوا، كنا وصار في طلعت الغنية من عن جد قاعدة قاعدين سوا، وعملنا ماشاب
عمرو دياب وبراين ادمز ونزلناها على يوتيوب هيك انا لابس عوينات وقاعد بالاوتيل ونزلناها على يوتيوب والعالم كثير حبوا قلنا ليش ما بنعمل شيء سوا وطلعت فكره الغنيه انا كنت ملحن شيء سمعت وقال لي حبيت خلينا نجرب نكتب كلمات عليها وهيك طلعت الفكره سوا طلعت لها عمل من هيك قاعده مع حدا انت عندك بيطلع كثير اهين والشغل بيصير ايزي كوز ما حدا عم يفكر ولا ايجو ولا شيء عم يفكر انه نعمل شيء حلو عم تعملوها بفرح بتسليه بس كنت مفكر انه انت انطوني الفرانكوفون اللي عندك مشكله تحكي عربي يعني هلا عم بتحسن العربي الخاص فيك انه تعمل تحكي مصري وتغني مصري مع محمد اللي عنده توتر من اي كلمه فرنساوي ما شاء الله صغير انطوني قديش عمرك انطوني انا صار 23 هلا من جمعتين ما شاء الله يعني مع هالمشوار يعني اللي يعني عملته مشوار ونتائج خبره وسفر ومع نجوم عالميين برافو برافو قال توت عم بيقول لك توت هو دائما بيعطي ملاحظات عم بيتساءل يعني قال السفير الروسي بيحكي عربي احسن منك مني يعني فصحى فصحى صح انا كثير انا بفكر انه ما بحكي عربي منيح لاني بس هو بيحكي عربي هلا بس انا بحكي عربي طبيعي بس بلده فانا بفكر انه عندي اكسنت او مني مقارنه مع الناس بس بيحكي كثير مني عربي خلينا نسمع المقطع الخاص فيك من ديو كل ليله اوكي Baby you take my breath away when you move your body this way I'm thinking about you night and day Got me going crazy كل ليلة أقول يا جميلة نظرة منك مستحيلة You can be my senorita And I will love you like no other اليوم بين ايدينا السي دي الخاص فيك انطوني توما منو فيلو البوم للنجم اللبناني العالمي انطوني توما بضم 12 اغنيه باللغه الفرنسيه من انتاج شركه بوليدور أنتوني بدنا نرجع نهنيك بواحد فوزك الكبير بدانسينج وذ ستارز بألبومك الأول نتمنى لك النجاح بجولاتك الغنائية وتحديدا بحفلة انرجي ميوزك تور واللي رح تطل فيها بواحد آب بلوبيال وبس بعد ما خلص معنا لأنه عندنا سلسلة أسئلة سريعة ما نجي أنا أوكي يلا أنتوني توما وانترفيو هي نقيها هي براسك هلا بتعرف انا حسيت حيجيني هيك سؤال عن جد يعني مين فانزيتك كلهم بده يهتموا بقلبك وبالغرام وبال هي بتحبها؟ لا عم بفكر بفانزيت بحبك ولا بتحبها؟ قول الصراحة بشكل ما عندي حدا هلا سو ما عندك حدا؟ اوكي هي حلوة بس هي اللي رح تكون هي اكيد رح احبها ايه اوكي طيب يعني ما عندك حدا براسك هلا خلص حط حدا براسك حط حدا براسك بيعجبك على القليلة اوكي هي حلوة كثير هي كذبت عليها لا هي بتعرف قد ايه انت اذا ما بتحبها قد ايه بتعجبك لا ما بتعرف ما بتعرف والله لا تعرف تروح لها من ايدها ولا من اجرها هلا هي شو بتقلها اذا بدك تقلها شيء بقول لها خليكي مثل ما انت هي مين ما في اقول ما راح اقول لك انت كنت عم تقول انه كريستين تطلب اشياء بالحلقه ونحن كل هدول الحلقات كنا عم نطلب منك انت اشياء ايه شو مطلوب فانت اليوم رح تاخذ محل كريستين بنزل من السقف يعني لا ما رح تنزل من السقف بس انت رح تطلب محل الكارت رح تطلب شيء من الضيف ايه شو بدك تطلب منه لانطوني اوكي بس شو ما اسال يعني او اطلب بده ينفذ ما في انه ايه ما في كارت ايه اولا بدنا 10 لا شو 10 دولار 50 بوش اب السابع حرام عليك 50 بوش اب مش هون على ايد وحده
عيد وحده كمان. طب لا ليك بلا بلا الاشياء العنيفه، بدنا يحكي بالمصري كيف تنعمل العكس. محمد جرب حيحكي بالفرنسي. هلا هو بدنا يحكي بالمصري، وجه كلمه مثلا للجمهور للشعب المصري او لمحمد اذا بده ينقي الموضوع اللي بده اياه 30 ثانيه باللهجه المصريه. حلوه هيدي، هيني طيب علمك كيف بيتغزلوا كيف بيلطشوا بالمصري. اذا بدك موضوع بعطيك موضوع. لا صحيح معلمه. بدك موضوع ولا بعرف بعرف ايه يا مزه. ايه يا مزه. اه منيحه. بلا كان سينو بعرف ازيك بدي احكي مع محمد. ايه جملة توجه بدك تحكي لمحمد بالمصري. بالمصري وين بتطلع هون؟ هيدي الكاميرا. عندك سلولارك معه؟ لا يا حجوة. طيب فينا نجيب له على سلولار واحكيه هلا. ايه اوكي اوكي يلا بسام. بس بدك تحكي مصري يعني. ازيك يا محمد، زي صحتك؟ اه وافتح السبيكر. اوكي اوكي. بدي افتح السبيكر ولا افتح السبيكر؟ بركع بيعمل شيء مش لازم نعرف. افتح السبيكر، قول له انت على السبيكر. بمصر بكون بعد نايم هلا. انا بنسى انه تسجيل على فكره، عم فكري على الهواء. عن جد؟ افتكرت على الهواء بلحظه افتكرت على الهواء. الو وحشني يا ابني جدا. انت كمان وحشني قوي يا راجل. انت على اللاود سبيكر. انا توك اوف ذا تاون، حديث البلد، وعايز اتكلم معك مصري. عايزين يسمعوني عم بتكلم مصري معك. ازيك يا محمد؟ ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ازاي صحتك؟ كله تمام. يلا انطوني. ما اعرف شو بدي اقول. انا بعرف اتكلم مصري وبهزر بالمصري. ايه انا عارف. وحشني قوي. و قالك كلامي؟ قالوا قالك كلامي؟ عامل ايه؟ عامل ايه دي المشكلة دايما اللي بتعملها غلط دايما. بيقول لي عامل ايه؟ بقول له ماشي. بيقول لي لا قصدي كيفك. ايه وبس هيك. خليه يحكينا بالفرنساوي. حكينا شيء بالفرنساوي. جي على با دي موزوغي. جي على با دي موزوغي. حفظني أنتوني، حفظني دي بس. إيه محمد، عندنا سؤال. أيوة. بمين مغروم أنتوني؟ إذا بتفتح تمك يا محمد. تدفع كام؟ لا مش حيقول. قالك تدفع كام؟ آه بدفع كام؟ بالجنيه، بالجنيه المصري. بيع الصداقة. ليك ما بنعمل كليب إذا ما في كليب للغنية. باي باي محمد، خلص الوقت على الهواء. لازم نتكلم.